بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول. درسنا لهذا اليوم مياه المطري. درسنا يتناول حرف الإه الآخرية. الإه الآخرية هنا كما تلاحظون باللون الأحمر، الإه الآخرية المدورة، وأيضا الإه الآخرية المربوطة. نبدأ الآن بقراءة وتركيب كلمات الدرس. ام اي مي يا يا ميا اه او هو مياهو مياهو. هنا حرف الإه الآخرية المدورة كما تلاحظون في نهاية الكلمة مياهو. ال ام اي مي المي طي طي المي طي ار اي ري المطري. عندما نقرأ الكلمتين معا هنا همزة الوصل لا تلفظ، مياه المطري مياه المطري. ام اي مي اي ا يا مياه او هو مياه مياه المطري. ت اي تي اس تسقي قي تسقي. ال از اي زي ال زي ال زي. هنا حرف الاز لفظ مرتين لذلك وضعنا الشد. الزي أر الزرع الزرع تسقي الزرع تسقي الزرع. هنا أيضا همزة الوصل. اي بؤو بو أبو أبو. إن اي ني بي بي نبي اه اي هي نبيهي نبيهي. هنا الإه الآخرية متصلة متصل كما نسميها الإه المربوطة نبيه كما تلاحظون مكتوبة باللون الأحمر نبيه. ي اي ي ز يز ر اي ر يز ر ع او عو يزرع يزرع. ان اي ن ب ي ب نبي اه اون هن نبيهن نبيهن. ي او يو اسا سا يسا اعي عي يسا عي دو دو يساعدو اه او هو يساعده يساعده. قا قا ال اي لي قاله قاله. ال اي لي اه او هو له له. اي بو بو ابو اه او هو ابوه ابوه. إش أو شو ك شك أر أن رن شكرا. ال إي لي ك إي ك لك لك. ي آ يا ن إي ني يا ني. ب إي بي يا نبي أه أو هو يا نبيه يا نبيه. أر إي ري أع آ عا رعا ك إي ك رعاك رعاك. الله اه او هو الله الله. ي ا يا او اي و يا و ال اي ل يا و ل د ي دي يا ولدي يا ولدي. نبدا الان بقراءه كلمات الدرس. مياه المطري مياه المطري. تسقي الزرع أبو أبو. نبيه نبيه. يزرع يزرع. نبيه نبيه. يساعده يساعده. قال له له. أبوه أبوه. شكرا شكرا. لك لك. يا نبيه يا نبيه. رعاك رعاك الله. يا ولدي يا ولدي. مياه المطر مياه المطر. تسقي الزرع أبو نبيه. يزرع
نبيه يساعده. قال له أبوه: شكرا.